اختتمت هيئة الثقافة والآثار النسخة 29 من مهرجان التراث السنوي، والذي استمر لمدة 4 أيام في سوق البراحة بمنطقة ديار المحرق. ولاقى المهرجان إقبالا كبيرا من قبل الزائرين والمشاركين الذين أشادوا بتنظيم المهرجان الذي حمل عنوان العادات الرمضانية. اختتمت فعاليات مهرجان التراث السنوي وسط حضور كبير من قبل المواطنين والمقيمين وزوار مملكة البحرين، الذين حرصوا على زيارة المهرجان وخوض تجربة التعرف على العادات الرمضانية البحرينية الأصيلة والتقاليد التي تشكلت لدى المجتمع المحلي والمرتبطة بالشهر الفضيل. أنا تعنيت من الشرقية عشان سوق البراحة، صراحة الفعاليات عندكم مرة أنتم التوب أول بأول، الحرفة عندكم ما شاء الله تأخذ العقل، كل شيء عندكم في البحرين صراحة مرة يعني تشكرون عليه صراحة، يعني حرف صح، الرسم إبداع عندكم، كل شيء عندكم صراحة مرتب وعندكم جودة في اختيار الأشياء. بصراحة أول مرة أجي هذا المهرجان التراث، انصدمت صراحة أن بهذا الترتيب وبهذه الإطلالة، واكتشفت كثير من التراث البحريني من أكلات نفس الخنفروش، وبعض يعني استفسرت من بعض السياح هنا كذلك الأجانب مش العرب، كثير انبسطوا وتعرفوا على ثقافات. المشاركون أكدوا بأن المهرجان الذي يمتلك طابعاً رمضانياً تراثياً مميزاً هو منصة مهمة لعرض المنتجات وكل ما يتعلق بمظاهر رمضان والألعاب الشعبية والسفرة الرمضانية والمأكولات الشعبية. أنا من قبل سنة أنا كنت عندي محل في سوق البراحة، بس مثل هالمهرجان هذا اللي صار ما في حضور مثله، ما في حلاوة مثله، صراحة كان يعني شيء فوق التوقعات يعني حلاوة. سنويا احنا نشارك اللي هو مهرجان التراث، وبالعكس إحياء التراث شيء جميل لنا، فبالعكس احنا نجذب الزباين ونبي على مثل الأول والأخير السائح يتعرف على نوع المهنة، سواء هي مادة ولا هي صناديق مبيتة ولا هي السفن، من جميع الهواء الحرف اليدوية. أسوي الخنفروش ما شاء الله، يعني وايد حلو وقبال ما شاء الله، من أهل السعودية وايد حبوا بعد الخنفروش اللي عندي. لازم نعرفهم من الأكلات الشعبية، لازم ما تروح، يعني لازم تجدد، يعني كل مرة لازم نعلم أجيال بالتراثنا الشعبي. أنا أول سنة أفتح في سوق البراحة، يمكن سوق البراحة من الأماكن اللي يعني اللي تساعدنا على فتح المشاريع مثل الفن مثل الحرف. السنة يعني ما شاء الله ألقوا الضوء على التراث ذي، فإحنا نشوف ما شاء الله وايد يعني الحضور كبير يعني من الجماهير. يهدف مهرجان التراث على التأكيد على أصالة العادات الرمضانية وارتباطها بهوية ثقافة وتراث مملكة البحرين، وهي التقاليد التي يتمسك بها أهل البحرين ويتوارثونها جيلا بعد جيل على الرغم من التغييرات التي طرأت على أسلوب الحياة المعاصر.